أهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نساوي جاكيت لطفل عمر 3 سنين أو 2.5 سنين مثل ما حسب حجم الطفل. أنا عاملة 3 سنين، كتير سهل وبسيط. راح نبلش بشكل مثلث بعدين نطلع فيه، وانتو هذا رح نسوي نحن وانتو. انا مساواي طرف طرف منه والظهر، رح اسوي انا وانتو الطرف الثاني. كتير سهلة. اول شي ابتدينا بغرزة، نبتدي بغرزتين سوا. بالدور الخلفي ما بنساوي فيه شيء، نشتغلهم مثل ما هن. هذول غرزتين، طبعا غرزتنا كلها على الغرزة الأمامية. هلا أنا اشتغلت مرتين، هلا الغرزة هي باخدها مرة من هون ومرة من تحت، صارت عندي 2. والغرزة اللي بعد منها كمان باخذها بهذا الاتجاه، بعد منها ما بتركها، باخذها من الاتجاه الخلفي، صاروا عندي 4 غرزات. طبعا بالدور الخلفي ما بزيد، بدكم تنتبهوا لهالناحية. انا بدي زيد بس بالسطر الامامي، وغرزتنا كلها بالغرزة الامامية، يعني امامي خلفي امامية. هلا صاروا عندي 2، صاروا 4 بالسطر الامامي. بتكون تعرفيهم من بعض وقت بيكون خيطك لجوا مع سطرك امامي. هلا هيك هاي الغرزة ما بعمل فيها شيء، بعدها صبايا بزيد تطلع اجمل، بتركها هيك وبزيد هون غرزة. طبعا هلا لانه بس 4 غرزات رح زيد بهاي كمان، اشتغلتها ما بتركها، برجع بزيد من اتجاه الخلفي اتجاه الخلفي بنفس الغرزة، يعني الغرزة وحدة بتصير 2 بس مرتين، يعني مرة بهذا الطرف مرة بهذا الطرف، يعني كل سطر بيزيد معي 2، وحدة من هون وحدة من هون على طول مثل ما شايفين. والدور الخلفي ما بزيد فيه شي صبايا، بشتغلهم كلهم اماميات مثل ما حكينا، الوجهين امامي بس بالدور الخلفي ما في زيادة مثل ما هن الغرزات بيضلوا. بالدور الأمامي ترجعي تشتغلي أول غرزة، البعدة تشتغليها مثل ما شفتوا صبايا وبتاخديها، وصار معك غرزتين. هاي ما بزيد فيها طبعا ولا هاي، بس وحدة من هالاتجاه وحدة من هالاتجاه، كل سطر أمامي. أنا ابتديت بغرزتين، هلا شوفوا شو صاروا صبايا، صاروا 2 4 6 8. بيضل أنا اشتغل الدور الخلفي مثل ما شفتوا صبايا، الدور الخلفي ما في شي، ما بزيد ولا غرزة. إذا أنتوا مبتدئين حطوا علامة مشان تعرفوا السطر الأمامي من السطر الخلفي، لانه السطر الامامي والخلفي مثل بعض فبجوز تخربطوا، فحطوا علامه. انا بعرف اذا كان اتجاه الخيط لجوا معناتها دوري امامي، اذا صار من بدايه الشغل معناتها خلفي. هلا هسه رح اشتغلكم هذا السطر، نشوف. اول غرزه ما بشتغلها لبعدها صبايا، دائما بزيد وحده من هون ما بنزلها للغرزه، من تحت منها بزيد، بعدين صار بهذول بدي اشتغلهم ما في زيادة. هلا هون هون بدي زيد طبعا قبل الأخير بوحدة كمان نفس الشي. ليكو صبايا واضحة، اشتغلتها ما نزلتها، برجع باخو من هون غرزة تاني، بيضل اشتغل هيك
مثل ما شايفين صبايا بضل اشتغل وزيد لحتى يصير عندي انا هون الغرز بدي يصيروا عندي 40 غرزة. يعني هلا هون انا ابتديت باثنين تيصيروا عندي 40، بدي طلع الجدلة وبعدين بنكمل. هلا انا رح بس وصل على 40 رح افرجيكم. مثل ما شفتوا الصبايا ضليت زيد غرزة من هون وغرزة من هون تصاروا عندي 40 غرزة. بعدين 40 غرزة بدي اقسمهم على قسمين، يعني اللي هون 17 وهون 17 وهون 6. عرفتوا شو ساويت؟ بعد ما صاروا عندي 40 غرزة بالنص تماما بدي شيل 6، بيطلع معي هون 17 و17 و6 بيصيروا 40 غرزة. والجدلة مثل ما بتعرفوا سهلة، هي جدلة 3 ب3 3 ب3، بضل بجدر فيها وبشتغل أمامية للطول اللي أنا اللي بدي إياه. وبعدين بس خلص أنا رح خيطها وفرجيكم كيف بتصير، لأنه ما في شي الباقي كله سهل. أنا بس حبيت فرجيكم هاي مبدأ المثلث اللي من تحت كيف بيصير، كيف بيصير معنا. بضليت زيد من غرزتين، غرزة من بداية الشغل وغرزة بنهاية حتى صار معي مثلث. أنا بهون حجم بدي 40، انتو شو بدكم تعملوا بتعملوا عكيفكم. هذا أنا عم بشتغل على النمرة 4. هلا أنا رح أحط جدلة مثل ما حكينا الصبايا، بعدين بخيطها وبفرجيكم إياها بعد ما بتجهز على الأخير. بعد ما خلصت أنا هون الحلة هذا الطرف هذا خلصته على الأخير، هون اختمت وهون ما عملت فيه أي موديل أو أي حركة. مثل ما هلا دارجة كتير نازلة بالسوق إنه الموديل وجه وجدلة بسيطة، وهذا الخلفي. طبعا الخلفي ببتدى فيه بعد ما وصل على 40، بحسب من هون من عند 40 وبطلع. وهون فينكم تحطي زرين وشوي تشتغلي. هذا اخذ معي مكبين 200 غرام يعني على 4.5 صوف، يعني تماما 200 غرام تماما طلعت جاهزة وخالصة بتلبس لثلاث سنين. إن شاء الله تعجبكم وأهلا وسهلا فيكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله يعجبكم العمل اللي عملته وتشوفوه سهل وكتير حلو. والسلام عليكم.